ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أشعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طريقة استقباله لنظيره القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين 14 مارس الجاري لتباحث تطورات الحرب على أوكرانيا. واعتبر عدد من المتفاعلين مع الفيديو الذي يوثق الاستقبال سيرغي لافروف لنظيره القطري أن الطريقة التي استقبله بها فيها إهانة لقطر ولشخص الوزير القطري، نظرا لأن لافروف ظل وضعا يده في جيبه لحظة الاستقبال، بل طلب قياس درجة حرارته، رغم أن الدبلوماسيين لا يلجون اللقاءات قبل خضوعهم لفحص كورونا. وعز المتفاعلون مع الفيديو الذي نشرته وكالة الأناضول التركية على صفحتها الرسمية هذه الإهانة إلى إعلان أمريكا دولة قطر حليفا استراتيجيا لأمريكا، ما يرجح فرضية التعامل بهذه الطريقة وفق تعبيرهم.